هل يجوز الأكل من يد الخالبات المشركات؟ إن كنا مشركات حقا فعلى رأي أكثر علمائنا نجاستهن نجاسة حسية، وهن ينجسن كلما لاقينا، تغير ذلك الشيء أو لم يتغير، لأن القاعدة هنا تستثنى في مسألة التغير في مثل هذا الأمر، ولعلي سأشرح هذه القضية غدا إن شاء الله. أما إن كنا مسلمات ففي مثل هذا الحال لا حرج بإذن الله تعالى، فالأصل فيهن الطهارة، فإن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون في حكم العاملات أن الإتيان بالمشركات لا يجوز، هذا هو الأصل العام. الأمر الثاني، الإتيان بالمسلمات يجوز في حال الاضطرار، أما حينما يكون الإنسان مختار قادرا على أن تقوم المرأة وحدها بأعمال بيتها فلا يشرع أن يؤتى بعاملة، ولكن هنالك أحوال تضطر فيها العائلة إلى أن تأتي بمثل هذه العاملات والمربيات، ففي مثل هذا الحال يؤتى بالعامل والمربية في حال الاضطرار الذي لا يجدون فيه ملجأ غير ذلك، هنا يباح لهم أن يأتوا بعاملة ولا حرج. ولكن مع الإتيان بالعاملة تبقى هذه العاملة امرأة أجنبية، كثير من الناس يعاملونها على أنها من أهل البيت فيتخففون عندها ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هي امرأة أجنبية لا تجوز الخلوة بها ولا يجوز للإنسان أن يصافحها وغير ذلك، لا بد من أن تستر نفسها سترا كاملا، والله تعالى أعلم. هنا يسأل عن حكم العاملات المشركات بالضرورة، لا أدري ما هي هذه الضرورة. على كل بقي وقت الصلاة، وإذا كان المجال طيبا أن نفصل في هذه المسألة، في مسألة العاملات ما هي الضرورة فيها. العاملات ومشكلاتهن كثيرة لا إشكال في هذا، وقلت بالأمس إن الضرورة تبيح أن يأتي الإنسان بعاملة يرتضى خلقها ودينها، فلا تورث الناس مشكلات في حياتهم كما أنها لا تورثهم فسادا في دينهم وفي أخلاقهم، لا بد من أن يكون هذان الشرطان. أما من لم تتوفر فيها هذه الشروط فلا يجوز أن يؤتى بها. ثم ما هي الضرورة التي تباح معها مثل هذه العاملات؟ لكنت اقترحت اقتراحا وكررت هذا الاقتراح مرات عديدة، لماذا لا يتعاون المجتمع في مثل هذه القضايا؟ توجد في المجتمع كثير من النساء اللائي لم يمن الله تعالى عليهن بالزواج، وهن قد أنهين الدراسة، وقد يكون العائل إنسانا فقيرا لا يملك من الأمر شيئا، فهو يعول بناته هذا، لماذا لا يتوجه المجتمع إلى أمره؟ الغالب في النساء العاملات، أغلب النساء العاملات في بلدنا أنها تكون في مجال التدريس، هذا هو الغالب، وقد تكون في مجال الصحة. في حال مجال التدريس معلوم أن المرأة تخرج للتدريس في أول الصباح وترجع في وقت الظهيرة، والزوج في غالب الأحوال يخرج من بيته أيضا في وقت الصباح ويرجع بعد الثانية والنصف، لماذا لا يتعاون المجتمع أن تأتي مثل هذه النسوة اللائي لم يتزوجن بعد، تأتي في وقت الصباح وتبقى في البيت مع الأولاد، تطبخ لهم الطعام وتنظف لهم البيت وكل ما يحتاجونه لحال غياب أمهم، ثم بعد ذلك بعد الظهيرة حينما ترجع الأم العاملة المدرسة ترجع هذه إلى بيتها وتبقى الأم في بيتها، وبذلك نبتعد عن كثير من المشكلات التي تسببها العاملات. أول تلك الأشياء أن الأموال التي تنفق لن تخرج خارج البلد، وإنما ستكون هذه الأموال داخل البلد، وسينتفع بها أبناء جلدتنا، ولعل الإنسان يعين بها أسرة فقيرة، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا جئنا إلى الجانب الاقتصادي فمن غير شك أن الجانب الاقتصادي للمرأة الجوارية أكثر، فتلك تحتاج بطاقة وتحتاج تجديدا، فضلا عن المشكلات الكثيرة التي أزكمت روائحها النفوس التي أزكمت روائحها الأنوف، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا، كثير من البنات تضطرهن الحاجة، فماذا يفعل؟ يذهبن إلى المحلات،
ويبعن في المحلات، ويكن في كثير من الأحيان عرضة للغالي والرائح، كل من أراد أن ينظر إليهن فإنه يذهب إلى تلك المحلات فتعرض نفسها رخيصة هكذا مقابل مبالغ يسيرة، بعكس أن تكون في بيت من البيوت محفوظة ومأمونة على هذا البيت ومحترمة ولها مكانتها، وقد تعطى أكثر من المبلغ الذي تعطى إياه في المحلات. الأصل في المحلات أنها للرجال ولا تكون للنساء إلا في الأمور الخاصة بالنساء، فلا إشكال في القضية. فلا بد من أن ننظر إلى مثل هذا الحال، وأن لا يكون الاهتمام العام لدينا منصبا على العاملات، فإن هذا فيه إشكال، فإن في هذا إشكالا، وإن فيه أشياء سلبية تأتي المجتمع، وما حوادث القتل للأطفال والتعذيب بغليبة على أسماعكم. فالصحف بين يوم وآخر وسائل الاتصال الأخرى تأتينا بالأخبار لمثلها.